سيدنا ايوب قعد 18 سنة مريض ملازم الفراش. امال ايه الصبر؟ الصبر طبيب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب. ان الله يجمع اهل البلاء يوم القيامة تحت شجرة تسمى شجرة البلوى، ويقول لهم: وعزتي وجلالي ما ابتليتكم لهوانكم علي، انما ابتليتكم لهوان الدنيا. حتى ان اهل البلاء يتمنون ان كان البلاء مضاعفا، وحتى ان اهل العافية يتمنون انهم كانوا من ارض. ده يعتبر صبر عليها من الله. كونك ترضى يوم ما تولد البنت وتصلي ركعتين شكر لله وتقول الحمد لله. النبي بيقول: من رزق احسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. انا عايزك توحد الله معايا كده، تقول: لا اله الا الله. بنت، ايوه لك الاجر على كده، لان النفوس بتتالم من الانثى، خصوصا في الايام اللي على ظهر ربنا دي، الايام الوحشه دي. اي بنت، بنت وتصبر. ها لما تخبط على الباب بتاع غرفة العمليات في البيت تقوم ترد عليك الحاكمة تقول لك: هتسميه ايه؟ ولد. اللهم لك الحمد يا رب. الله اكبر. هتسميها ايه؟ هي بنت. يا خبر السويد يا راجل بقى. يعني يوم ما تاكل كباب ازاي الحال؟ الحمد لله، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزواج. ولما تاكل فول مدمس اللي هو بيسموه حمام مشفي ازاي الحال؟ الحمد لله، اهي عيشة واخرتها الموت. يا راجل يا راجل بلاش المعاملة دي، ما تعاملش ربنا بالطريقة دي. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. الله، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. اوعى تزعل من ربنا، اوعى تزعل من ربنا، خليك مع ربنا بين شكر وصبر، شكر في الرخاء وصبر على البلاء. واوعى تفكر ان في حد خالي، كل واحد عنده من البلاء ما شاءه الله له. ده مبتلى في ماله، ده مبتلى في صحته، ده مبتلى في ابنه صلح فاسد، ده مبتلى في مراته معاكسه يمين شمال شمال يمين. فاوعى تفكر ان في دخالي. ولذلك ربنا قال: ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كذا بتاعها. الدنيا كده، الدنيا كده، جبلت على كتر وانت تريدها صفوا من الاحزان والاكتار، ومكلف الايام ضد صباعها متطلب في الماء جذوة نار. اللي يقول الحمد لله بيرتاح، كلمة الحمد لله بتريح، وما فيش حاجة بتضيع عند ربنا. ده النبي بيقول: حتى انك لو رفعت اللقمة الى فم زوجتك كان لك بذلك سبق. ده حاجة مش على بال حد ابدا. كونك تقعد مع المدام على الطبلية فتغمس لها لقمة ملوخية وتحطها لها في بقها، ده سبق عند ربنا كده اهو. طب ليه؟ حاجة بسيطة. قال لك: انما لها اجر، لان دية ستزيد المودة بينكما. هذا كلام النبي، هتزيد المودة، هتخلي القلوب حتى اذا كان فيها تغيير تنصلح. يمكن بعد ما كانت عارضه عليك كشف طلبات، بلط بلون الرصيف ورصيف بلون الشنطه والفستان لون الفرن وحوزه، يمكن بعد ما تخمس لها لقمه يمكن ربنا رضاها عليك. واصل رضاهم مهم، رضاهم مهم. ده واحد بيقول للمصلين اللي مراته مزعلاه يقوم ياسى، كل المصلين وقفوا الا واحد. قال له: يعني يا ابو حميد هي مريحاك قوي؟ قال له: ابدا يا سيدنا الشيخ، ده ضرباني في ايد المقاسه مكسره رجلي، مش قادر اقوم اقف، وانا قادر وما قمتش. فهم اصبحوا النهارده بلاوي. ولذلك النبي لما يقول كونك ترفع اللقمه الى فم زوجتك سبقه، النبي بيرمي الى مدى بعيد.
عايز يزيد المحبة. كونك تدخل البيت بعد ما تصلي وتروح تروح البيت تقول لأهلك السلام عليكم ورحمة الله، ما تعرفش الشيطان بيبقى حالته ايه في الحالة دي. الشيطان في الحالة دي بيقول للولاد اللي بيشغلهم هلم بنا لا مبيت لنا عند هذا الرجل. قول السلام عليكم اول ما تدخل البيت، انما داخل زعلان وقافل عليك الاوضه وعيالك يخبطوا عليك يا بابا مش هتتغدى، ابعد يا ادمن مش هتصحوا النهارده ماليش نفس، اوعى حد يجي يمتي هنا هكسره. لا ايه يعني القصر المجري داخل باب الحديث ايه يا راجل فكها، فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا، دول يومين واخرتهم الموت. استسلم لله، خليك مع الله دائما في صبر وفي رضا، في رضا وصبر. واذا ما وضع الطعام امامك فقلت بسم الله، قال الشيطان لا عشاء لكم عند هذا الرجل. انما الاكل ينحط، هاتي ملح على السلطه، الملوخيه خفيفه، الرز شايه، ارفض الطبليه. يوم الشيطان يقول يا سلام ده اخلاقه عالية افشاك يا شيخ، ربنا ما يحرمناش منك، بتوكلنا وبتبيتنا عندك، لا سلام ولا بسملة. ولذلك الانسان يحرص دايما عارشين فيه شين شديدة الانفجار، شين فيه بسم الله على الاكل عبارة عن مدفعية ميم شين يعني مضادة للشيطان، ها يبقى ملوش دخل عندك، يبقى ملوش دخل عندك. انما لا بسملة ولا سلام خليه قاعد.